شفت لقطه موسيماني النهارده كان في مباراه بيراميدز، وانت النهارده بتلعب ناقص واحد مطرود منك كان عمرو السوليه، والتغييرات في الشوط الثاني بينزل اتنين ناشئين، كان عربي بدر وشادي رضوان. يعني النهارده لما يبقى عندك مدرب الفريق الاول بيثق في الناشئين او بيدي فرصه كبيره للناشئين، شايفها ازاي دي؟ كل اللي انت بتقوله ده يا كابتن اسامه، يعني الحمد لله احنا برضه هترجع اللي انت واخد بطوله الدوري حسمت البطوله وحسم البطوله، وانت عندك ثقه في الاولاد، واللعيبه ديت مش لعيبه صغيره، لعيبه طالما طلع الدرجه الاولى يبقى على قد المسؤوليه. ده بالعكس ده فرص ليك كويسه، اللي انت يبقى اللي عندنا النادي الاهلي ناقص او عمرو السوليه مطرود، وينزل الناشئ ما تثبت وجودك واعمل اقصى ما في وسعك في كره القدم اللي انت تثبت، اللي انت ما تقولش خروج عمرو السوليه او طرد عمرو السوليه فرق معاه، لا انا برضو زي عمرو، وفي يوم من الايام تبقى زي عمرو، وهتبقى زي عمرو هتبقى في ناس كتير امثله قدامنا بتبقى انت خد نموذج ليك. فاي لعيب بيطلع من النادي الاهلي انا بعتبر ده من اللعيبه مش مظبوط، هو متربي جوه النادي الاهلي عارف ايه معنى البطوله، وعارف ايه يعني مكسب، وعارف ايه لما يطلع فوق ياخد فرصه. كل ده عوامل سعر، واللي المدير الفني عندنا موسيماني اللي هو ادى فرص للناشئين خطوه برضو كويس، خطوه كويسه. ايه رايك في موسيماني يا كابتن ياسر؟ يعني انا في جزء كبير جدا طبعا الراجل، طبعا انا بشكر والله مش بتكلم ولا رياء ولا حاجه، ان كان سواء مجلس الاداره او لجنه التخطيط عندنا، اللي هم اللي انت تجيب مدير فني من القاره السمراء بعيد عننا جديدة. خالص جديده، لا فكره صح وفعلا كلنا كنا ايه ده موسيماني ازاي ومنين كلام اللي هو بتاعنا كلاعب الكوره. لكن الراجل اولا اللي هو يجي يقول لك انا سعيد جدا لما بمر النادي الاهلي، يا كابتن اسامه اي مدير فني بيجي من النادي الاهلي لو ما خدش بطوله مع النادي الاهلي يبقى يعني يبقى هو اللي اثر في حق نفسه. لكن كل مدرب سواء مدرب مصري او مدرب اجنبي على جميع العصور حتى واحنا بنبقى في اقل حالتنا ياخد بطوله. فالراجل جاي متشوق للنادي الاهلي، عاشق للنادي الاهلي، ودي اهم حاجه، عنده درايه كويسه عن النادي الاهلي، ذكاء من عندنا كلجنه التخطيط او مجلس اداره اللي احنا نجيب ساعده حته ان هو عارف الكره حافظ الافريقيه وكره في مصر، وعارف لعيبه النادي الاهلي. يعني ما اخدش وقت لما يدخل عشان يعرف قفشه ولا السريه ولا محمد هاني، هو عارفهم قبل كده. اول حوار ليه قال لك انا عارف فلان وفلان وفلان، قال اغلبيه اسماء لعيبه النادي، فهو حافظهم مش عشان لعيبه النادي الاهلي، هو حافظ عشان بيلاعب النادي الاهلي اكتر من مره. فحافظ طبيعي، اي مدير فني بحافظ الفرقه قدامه ومفاتيح اللعب. فهو الراجل جاي كويس، النادي الاهلي جايب مدرب خلاص، وحتى يعني هو ما جه لعب الوداد الموضوع ما فيش فيه مش جديد عادي جدا، بس هو كمان فرق معاه جمهورنا مش موجود. جمهورنا ده لو موجود الراجل هيشوف جو تاني خالص، وهيشوف دنيا تانية. بس لكن بشيد بيه كابتن خطيب ولجنه التخطيط بامانه في اختيار شفت